السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشتركاتي الوفيات، وفيات ومتتبعات كويزين تحية الجزائر، أحلى تحية. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح تشوفوا معايا مملحات على شكل دي ميني بيتزا. اليوم راح نخرجوا على العاده، ما فين نديروا دي ميني بيتزا عفوا بصلصه الطماطم. اليوم راح الحشو اللي راح نحطوه من الفوق راح يكون حشو ما يطيبش، وهذا هو اللي راح يعطي البنه ويخلي هاد لي ميني بيتزا يجوا بزاف بنان وخفاف، يعني صدقوني يجوا ما يقهموش، قد ما تاكلوا منهم ما تشبعوهم. واكيد راح تكون هاد الوصفه هي الوصفه المعتمده عندك في شهر رمضان الكريم باش ترافقيهم مع شوربه ان شاء الله. اذا لتحضيرهم عندي المقادير التاليه: عندي ربع كاس تاع الزيت، كاس حليب يكون دافي، الكاس ديالي يرفد 200 مللتر، ملعقه كبيره من السكر، ملعقه كبيره من خميره الخبز الفوريه، حبه بيض صغيره، انا البيض ديالي هنا راه صغير، عندي ملعقه صغيره من الملح، ونلم العجين بالفرينه او الطحين الابيض. نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير. تقريبا يعني المتابعات الوفيات راهم يعرفوا طريقتي في التحضير تاع البيتزا. اذا راح نحط في الوعاء كاس الحليب هذاك الدافئ، راح نحط عليه ملعقة كبيرة من السكر، ونحط كذلك هذيك الملعقة الكبيرة من خميرة الخبز الفورية. نخلط خلط خفيف ونغطي هذا الوعاء بالفيلم الغذائي ولا بأي كيس بلاستيكي، ونخلي هذه الخميرة تتفاعل لحوالي دقيقتين ونعاود نرجع معكم. بعد ما تفاعلت الخميرة حوالي دقيقة ولا دقيقتين نضيفوا باقي المكونات. عندي نص كاس، عفوا عندي ربع كاس تاع الزيت، نخلط، نضيف حبة هذيك تاع البيض، نخلط حتى تندمج المكونات، ثم نبدا نضيف في الفرينة واخر شيء الملح باش ما يعني ما يخليش او ما يقضيش على التفاعل تاع الخميرة، خميرة الخبز ديالنا. هنا اللي يحب يعطر العجينة ديالو باي اعشاب معطرة كيما الزعتر ولا الزعترة يقدر يضيف هاد الاعشاب المنسمة هذه. نضيف الفرينة، ما ننساش هذاك الملح، نخلط في الأول بالملعقة حتى نتحصل على القوام تاع العجينة اللي راني حابتها، عجينة تكون طرية تتلاصق نوعا ما. هذه هي العجينة اللي تحصل عليها، عجينة تكون طرية تلاصق نوعا ما عليك. العجينة هذه لا تحتاج الى عجن، راح نطمها مليح فقط ونغطيها بالفيلم الغذائي ونخليها تختمر. طبعا الى ما كنتوش مزروبين خلوها تختمر زوج مرات ولا ثلاثة، قد ما تخلوها تخمر لكم راح تحصلوا على عجينة قطنية وتجي خفيفة. اذا هكذا راح نغطيها، ممكن نزيد لها بعض القطرات من زيت الزيتون من الفوق، ونغطيها بالفيلم الغذائي ونتلاقاو فيما بعد. العجينه ديالي هاي اللي هنا راهي اختملت وتضاعفت في الحجم كما راكم تشوفوا، راح ننزلها فوق مكان العمل باش نديكازيها. راح نقطعها الى قطع صغيره، نتوما ديروا يعني الحجم اللي تحبوه، الدوائر هادو تاع العجين المهم يكونوا متساويين في الحجم. ثم نبدا نشكل فيهم هكذا دوائر بهذا الشكل، هذا ندور هكذايا حتى نتحصل على كره
تكون ملساء ونحطهم يرتاحوا شوية هنايا. بعد ما شكلت الكرات ديالي كما قلت نخليهم يرتاحوا شوية فقط، ولكن نغطيهم باش ما ينشفوش معانا ويبقاو محافظين على الرطوبة ديالهم. في حين الكريات راهم يرتاحوا نحضروا الحشو اللي حنحطوه فوق هاد الخبيزات هادوما. اذا واش عندي هنايا؟ عندي حبة بصل صغيرة، انا استعملت اليوم البصل الاخضر، قطعته هكذا الى قطع صغيرة. عندي نص حبة تاع فلفل حلو كذلك قطعتها هكذا الى مكعبات، نص حبة طماطم مقطعة الى مكعبات، زيتون اخضر ممكن اسود كذلك مقطع هكذا الى شرائح، وشويه تاع المعدنوس، وعندي ايضا هنا كميه من الجبن المبشور. اذا هاد المكونات هادوما راني رايحه نخلطهم، نحط لهم شويه تاع الزيت حوالي ملعقتين ولا ثلاثه. انا استعملت هنايا زيت الزيتون، راح نضيف عليهم شويه من الفلفل الاسود ورشه خفيفه فقط من الملح، لانه راه عندنا الجبن والزيتون كذلك راهو مالح. ما ننساش ايضا راح نضيف هنايا علبه من الطون تاع الزيت، هاي اللي كنضيفها هنايا بعد ما قطرتها من الزيت ديالها. راح نحطها هنا مع هاد المكونات. ممكن تعوضيها الطون بشويه تاع الصدر تاع الدجاج ولا اي قطعه تاع الدجاج قاتلات، ممكن تعوضيه كذلك بشويه تاع اللحم المفروم، يعني ديري اي شيء يكون عندك. راح نزيد كذلك هنا كميه من الجبن المبشور، نخلطه هنا معاهم ونحتفظ بالباقي للتزيين ونخلط. نروحوا الان نشكلوا الكريات ديالنا. نسبقوا في اول وحده شكلناها، راح ناخذها نبسطها هكذا. هنا اذا كانت تلصق لي ممكن نستعين بشويه تاع الفريضه ونرش مكان العمل رشه خفيفه فقط هكذا، ونفتحها على شكل خبيزات صغار، على شكل بيتزا صغيرة، ونحاول نضغط هكذا باش نعملو الحواف. هكذا بهاد الطريقة هذه. بعد ما شكلت الكرة ديالي نرفدها ونحطها في صينية لي تروح للفرن. نعاود نضغط جيدا هنا هكذا الحواف هذا الشكل هذا، وراح نحط كميه تاع الحشو اللي حضرناها في الوسط، نوزعها مليح. ونكمل بنفس الطريقة حتى نكمل كل العجين اللي عندي. ما شكلت هاد لي ميني بيتزا ديالي، راح نحط عليهم كميه من الاعشاب المعطره، اي اعشاب تكون عندكم سواء اعشاب خاصه بالبيتزا ولا شويه زعتر ولا زعتره، اي شيء يكون عندكم. اذا هكذا ندخلهم للفرن على درجه حراره مرتفعه 190 الى 200 درجه مئويه حتى يكتسبوا اللون الذهبي. وهاد الخضر المشكله اللي حطيناها من الفوق راح تذبل كذلك. وهنا راني زدت شكلت الكميه اللي بقات لي. اذا العجينه ديالي اللي كنت قسمتها في الاول على 9 قطع عاودت نقص لهم لانهم جاوني شويه كبار، وتحصلت على 12 قطعه. وكيف كيف راهم شويه كبار يعني ممكن تنقصوا لهم وتتحصلوا على اكبر عدد من الحبات. حتى هادو راح ندخلهم للفرن وراح تشوفوهم معايا فيما بعد يكونوا طيبين ان شاء الله.
المهم اللاحات ديالي هم ليك هنا بعد ما طابوا، راني خرجتهم الفرن، راح نخليهم يبردوا شويه فقط وراح تشوفوهم معايا في شكلهم النهائي ان شاء الله. وهنا زدت لهم شويه تاع الجبن المبشور ونزيد لهم كذلك حبيبه تاع الزيتون الاسود من الفوق باش يكون عندهم لون جميل جدا. ممكن كذلك ندهنوا الاطراف بالباسو بشويه تاع زيت الزيتون، راح تعطي لهم كذلك بنه رائعه. المملحات ديالي في شكلهم النهائي في طبق التقديم ها هما هنا امامكم. اذا بالنسبه لطريقه الطهي، كنت شعلت الفرن من قبل سخن مليح، دخلتهم يطيبوا، حطيتهم في الرف الوسطاني، لما خداو لون من الاسفل طفيت عليهم الفرن من الاسفل، هبطتهم للرف التحتاني وشعلت الفرن من الفوق هكذا باش نعطيهم الوقت باش يتحمروا، ياخذوا هذا اللون الذهبي على الاطراف. او ميم طون هاد كل الحشو اللي حطيته من الفوق، الفلفل الحلو والطوماطيش والبصل كامل راح يدبالوا ويدخلهم الطياب. ولما خداو هذاك اللون الذهبي خرجتهم، زدت لهم شويه جبن مبشور وحبه زيتون، ودهنت الاطراف بالبانسو بشويه زيت الزيتون، راح تعطيهم بنه وتعطيهم لمعه كذلك، ويوالموا كوجبه عشاء مع كاس من العصير او وجبه غداء، يوالموا الخرجات الصيفيه الربيعيه، يوالموا نرافقوهم مع شوربه كذلك اروع من هكذا ما كانش، صدقوني يجوا بزاف بنان مع شوربه. ما بقى لي الان فقط اني نقسم لكم حبه باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش يجوا. هذا هو الشكل تاع في المملحات ديالنا، راح نقسم لكم حبه هاو لي كيفاش يجوا. شوفوا كيفاش طابوا من الاسفل، طابوا ما شاء الله محمرين روعه، العجينه كذلك طريه وقطنيه ما شاء الله جاو. هاو ليك بسم الله، شوفوا كيفاش يجوا الداخل، العجينه تجي كي القطن، اسفنجيه خفيفه هشه، جاو ما شاء الله. ان شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم يا رب. اذا كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ميني بيتزا بحشو ما يطيبش، راقيين شكلا ومذاقا. اذا كان عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم شجعوني بلايك، خلوا لي تعليق، اشكركم على حسن المتابعه وطيب الاصغاء، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.